توقعات برج الميزان ليوم الثلاث الموافق 2 يناير 2024. هدعوك الكون كله النهاردة عشان تعيد تواصلك مع جوهرك الحقيقي مع مربع القمر وعطارد. هيبقى الوقت مناسب عشان تظهر جرأتك، أصالتك، انت في اتصالاتك، في كل كلماتك اللي انت بتقولها. النهاردة هتبتدي تزرعها في الكون، هتبقى بتختارها بعناية جدا. نصيحتي ليك، الحياة دايما بتتبعت ليك حاجات ممكن تحصد ثمارها بعد كده. في الحب قمر النهاردة بالنسبة للمريخ هيخلق عندك شوية توترات، لكن مفيش داعي تنسى أبدا يا ميزان إن كل صراع ممكن يبقى بيمثل فرصة تنمو بيها أكتر بدل ما تهرب من حياتك. في خلافات كتير هتحتضنها، هتبقى نكهتها حلوة جدا في حياتك العاطفية، وده هيخليها مثيرة للاهتمام ونابضة بحياتك. هتفتكر ان الحب حديقة مهمة جدا في حياتك لازم تسقيها كل يوم.